أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بطني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة إيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه
إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم، هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نهو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخافتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبكم، إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم، واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بغرا يجري ولا فلكا
يسري إلا في محبة أولاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل. فقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا وردا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. فقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ قال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة فهفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: إذن والله فزنا، وفوز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا، ففيه مهموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام.